علم النجاح الجزء ده هتستفيد جدا من انك تعرف وتتعلم وتتدرب بسهولة جدا على اسرار خلت ناس كتير في قمة النجاح، حتى لو كان في لحظات فشل في حياة الناس دي، بالاسرار دي حولوها لقمة النجاح. ونتيجة دراسات كبيرة ما بين علم النفس وعلم الإدارة، بقى في بره حاجة اسمها علم النجاح، بقدمه لك بمنتهى السهولة خطوة خطوة عشان تعرف ايه السر البسيط اللي لو موجود انت ناجح وبامتياز واكيد في نجاح، ولو مش موجود النجاح صعب. ازاي تحول اي لحظات بيقولوا عليها فشل تقول عليها انت عدم نجاح مؤقت وتحولها لنجاح مدوي زي ما غيرك كتير عملوا كده؟ ازاي ان لو في نتيجة مش عاجباك او مش راضي عنها تحولها لافضل نتيجة ممكنة؟ النجاح دلوقتي بقى علم بخطوات واساليب سهلة باذن الله هتتدرب عليها بسهولة جدا خطوة خطوة، وهتلاقي نفسك مع كل خطوة اكثر نجاح وثقة. ابتدي وافرح وشوف واسمع الناس بتقولك انت بتنجح ازاي كده، ايه العوامل اللي لو موجودة انت ناجح، ناجح وبامتياز، وهو ده المطلوب. ايه اهم سر وافضل مفتاح للنجاح؟ سر النجاح الاول هو نفس السر وراء الصعود ونجاح صعود جبل ايفرست. جبل ايفرست كان مستحيل، ما ينفعش، حاجات كتير في حياتنا يقولك مستحيل ما ينفعش، بس ده كانت الناس اللي بتطلعوا بتموت. لغاية سنة 1953 جاء حد بريطاني اسمه هيلاري ادموند قال لك اجرب، وادموند حاول وجرب وتحمس ووقع واتكسر، بس كان وصل لنتيجة محدش تقريبا قبله اوصل لها. حاولوا يكرموه في مركز في زي مجلس الوزراء هناك، وببساطة جدا ظهرت صورة جبل ايفرست وراه، فبصله وقال له من كل كياني هطلعك، قررت ان انا هنجح، هحسن، هتعب، هغير، هطور مرة واثنين وثلاثة في طريقتي، لكن هطلعك. نفس الكلام صناعة اول مصباح كهربائي، مامة توماس اديسون كانت محتاجة عملية والدنيا ليل والدكتور قال لك ما ينفعش، حاجات كتير برضو من اللي في حياتنا ما ينفعش، ما ينفعش ان انت تعمل عملية بالليل، يا دكتور تعبانة، يا دكتور من فضلك، ما ينفعش. ساعتها قال لك قررت اني اطور فكرة المصباح الكهربائي وهعمل وبإذن الله هنجح وهنور الليل. انت كمان اعرف ان اهم سر واول سر او مفتاح لنجاحك هو قرار من كل كيانك هحقق هدف واضح، قرار وقررت ومن كل كياني احقق هدف. الهدف الواضح والقرار صدقني بيخليك تركز طاقة ذهنية وعصبية ما تتخيلهاش، فتنجح نجاح برضو ما تتخيلوش. انت لو في جيم عجبك على الموبايل او على الكمبيوتر بتلاقي نفسك بتقول هقفلك، بتلاقي طاقة ذهنية وممكن تسهر يوم واثنين وتقفله، وينفع لانك ركزت. وممكن حاجة تانية تقولك لا 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 انا ما بحبش ده او ده مش مستهويني، فما تركزش فيه وما تجيبش فيه نتيجة. لكن في اهم من مستقبلك ونجاحك تركز فيه، سعي الانسان لاثبات ذاته وتحقيق النجاح هو اقوى دافع انساني على الاطلاق. سعيك انك تثبت ذاتك انت وتقول باذن الله انا ناجح وهنجح، ده ممكن يكون اقوى دافع على الاطلاق، يخليك بني ادم تاني، عندك قدرات تانية اكتر واقوى كتير من اللي تظنه في نفسك. والعكس اللي ما بيحققش ذاته دايما او غالبا ممكن تلاقي حاجة غلط شغلة، ما انا ما عنديش مشكلة، ما عنديش شغل، ما عنديش المذاكرة، لو نجحت ما ناس كتير بتنجح، ناس كتير ها وبعدين، فتلاقي بيشغل نفسه بيقعد على كافيه بيتشغل وكذا وكذا وكذا. لو مش هتحقق ذاتك في هدف يمص كل قدراتك ويطلعها لنجاح، حاجات كتير غلط ممكن تيجي في السكة. كمان اللي ما بيسعاش لإثبات ذاته او النجاح دايما يقولك انا ملان، انا يومي زي امبارح زي النهاردة الرتابة، عندي فراغ في حياتي،
وممكن كتير تحاول يخفي الكلام ده بضحك، بيهزر كتير، بيضحك كتير، ممكن تلاقيه عنيف شوية لما حد يسأله عن المذاكرة أو عن مستقبله، يقول لك أنا هعمل إيه ما غيري ما نجحش وأنا، أو بيهرب يقول لك جعان عايز آكل، تعبان عايز أنام. لو أنت ما عندكش قرار من كل كيانك بتحقيق هدف واضح، ممكن يكون في مشكلة كبيرة جدا وتهرب بأي طريقة، أو تبقى عنيف أو بتضحك. أي شيء غير القرار هو مجرد أمنية. يعني لو من هنا لبكرة هنقول يا رب يا أختي، يا رب، يا رب يا صاحبي، يا رب ندخل أحسن كلية، يا رب ننجح أفضل نجاح، هو أمنية لو ما حولتهوش لقرار. المضحك إن إحنا للأسف بنقول يا رب وبنقول الاتكال على الله، لكن إحنا بنتواكل على الله. الاتكال على الله معناه إن أنا هتكل عليك يا رب بكل قلبي، لكن هعمل أقصى ما عندي. وأول حاجة في أقصى ما عندي إني قررت وبإذن الله من كل كياني هنجح وهتميز في هدف واضح. وإنت كمان لو عايز تخطي أهم وأول خطوة في علم النجاح المضمون جدا بإذن الله، قرر وبكل كيانك إنك لازم تنجح في هدف معين. قرر دلوقتي.